محيي شوارعك يا دلا بين المعمورة. صباح الخير، صباح جديد. عم نبتدي تفاصيله معكم مشاهدي الإخبارية السورية ومع مواضيع مختلفة اخترناها من الحياة اليومية رح يرافقنا فيها ضيوف من مجالات مختلفة. فصباح الأمل فيكم جنودنا وأبطالنا بالجيش العربي السوري، وصباح إن شاء الله يحمل كل السلام لسوريا. يسعد صباحك ميسان. يسعد صباحك أريج، وصباح الخير لكل مشاهدينا. ختام أسبوع رح نعيشه برفقتكم لليوم مع أنشطة وخبريات من سوريا والعالم، وأكيد التحية الصباحية دائما وأبدا بتكون لأبطالنا في الجيش العربي السوري الموجودين بكل مكان ليرسموا بصمودهم مستقبلنا، ونحن عم نعيش حياتنا دائما بالنصر يلي هن عم يحققوه على كل الأراضي السورية. رح نبدأ محطاتنا الصباحية لليوم، ولكن بعد هالفاصل الصغير. ميسان، رح نبدا صباحنا اليوم معلومات صغيره لكن مفيده بفقره هل تعلم. خلونا نتابع مع بعض. معلومات كتير بحياتنا ممكن تمر يوميا ما بنعرفها وبنحب نتذكرها، ومعلومات بنجهلها وبنحب نتعرف عليها. هل تعلم أنه الفيل بيعبر عن حزنه بالبكاء مثل الإنسان تماماً؟ وهل تعلم أنه إذا كتبت على جوجل زيرغ روشا وانتظرت شوي لح تروح الصفحة كلياتها؟ وهل تعلم أنه أول من خاط ثياب هو إدريس عليه السلام؟ وهل تعلم أنه البصل الحلو كان الفاكهة المفضلة عند قدماء الرومان؟ وهل تعلم أنه أول مدينة زودت بشبكة هاتفية هي باريس عام 1880؟ بعد هالمعلومات المنوعة والصغيرة رح نفوت لأخبار منوعة من العالم أريج، والبداية رح تكون من بريطانيا، حيث وصل المئات من متدربي مصارعة التايكواندو لتحطيم الرقم القياسي السابق لكتاب جينيس بأكبر عروض التايكواندو تعددا. وسجل الرقم القياسي السابق عند مشاركة 130 متدرب على التايكواندو بعرضهم، بينما بلغ عدد المشاركين بالعرض الجديد 939 متدرب. نظمت هذه الإجراءات عفوا من قبل جمعية التايكواندو البريطانية. وقال المدرب أن كل الأمور جرت حسب ما خطط لها وكان كل شيء خيالي. Oh!
أريش خبرنا التالي رح يكون من سوريا والإبداع مع الطفل السوري ميشيل نصار يلي تمكن من اختراع تطبيقات على أجهزة الموبايل الأندرويد بمدينة حلب وصنف كأصغر مبرمج في العالم. بدأت فكرة الاختراع عنده من 3 سنين بعالم البرمجيات حيث تمكن من اختراع 3 تطبيقات على أجهزة الموبايل هي المصباح المنير وبرنامج حماية العين ولعبة XO فيها يلعب شخصين أو شخص واحد. خلونا نتابع التفاصيل بالمشاهد التالية. ريج يعني ميشيل كان ضيف صباحنا غير من فترة ما أنا كتير بعيدة وشرح لنا يمكن كيف هو عمل على هي التطبيقات وكيف اشتغل عليها من هو وصغير. خبرنا عن تطبيقات تمام ميسان وخبرنا شو الجديد اللي محضر له، كمان في تطبيقات جديدة عم يحضر لها ميشيل. أكيد نتمنى له كل التوفيق بهالمجال اللي عم يخوضه والإبداع من هو وصغير. نتمنى له كل التوفيق وبدنا نذكر كمان أنه يعني رغم الآلام يلي عم تعيشها مدينة حلب إلا أنه هو خلى وقته يستثمر وقته بشيء مهم يقدر فيه يفيد العالم ويساعد الناس. أكيد تحية صباحية له وكل التوفيق. يعني وإلى مواقع التواصل الاجتماعي وأحدث الفيديوهات يلي لاقت نسبة كبيرة من المشاهدة، كان أحدثها مباراة لكرة القدم جديد لم يعتمد عليها الجمهور والفكرة الجديدة أنه هي من دون أقدام. كيف تم ذلك؟ منتابع مع بعض.
كانوا الشباب عم يعلقوا انه التريكس هو الحارس وما حتفوت اكيد ولا طابع. اكيد يعني شيء غريب هيك بالسيارات، بس ما ميزنا انه هي سيارات شو، كيف مصنوعه وشو هي، واذا لعبه ولا شو. نعم لا عم يخبرونا هي سيارات نظاميه، بس ما كان خلص. يلا اللي بيحبوا يلعبوا كره قدم هلا بيقدروا كمان عن طريق السيارات. تماما. هلا ميسان رح نروح لفقرتنا اليوميه ونرجع بالذاكره سوا لنتعرف على ابرز الاحداث يلي شهدها مثل هاليوم. خلونا نتعرف عليها مع بعض. لكل يوم أحدثه وأخباره، منها ما يترك بصمة في سجلات التاريخ، ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1798، اندلاع ثورة القاهرة الأولى ضد الاستعمار الفرنسي على مصر، افتتاح دار أوبرا سيدني، وذلك بعد 15 عاماً على بنائها عام 1973. وفي عام 1989، الكاتب الإسباني كاميلو خوسيه سيلا يفوز بجائزة نوبل في الأدب، كما تظاهر الآلاف في باريس احتجاجاً على مشاركة فرنسا في العدوان الذي شنته الولايات المتحدة على العراق خلال العام نفسه. ومن أبرز ثورة النور في مثل هذا اليوم من عام 1854، الشاعر الفرنسي آرثر رامبو، الكاتب المصري كامل كيلاني عام 1897، والروائية النمساوية ألفريد يلينيك عام 1946. ومن أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1966، الملحن والمطرب المصري محمد فوزي، وعالم الفيزياء الإنجليزي والديراك عام 1933. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تدخل مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. أريج، كل يوم نتعرف على شخصية قدرت أنه هي تترك أثر بارز بعالم الأدب أو بالإبداع والعلوم، واليوم بعالم الطرب والألحان الفنان المصري محمد فوزي هو الشخصية يلي رح نقلب صفحاتها مع بعض. محمد فوزي ملحن ومطرب مصري، ولد في 15 من آب عام 1918، يعد الابن 21 من أصل 25 ولداً. نال فوزي الابتدائية من مدرسة طنطا عام 1931، ومال للموسيقى والغناء منذ كان تلميذاً. تأثر الفنان بأغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم، وكانت البداية في مشواره الموسيقي الفني عام 1938 في فرقة بديعة مصابني. وفي عام 1944 قدم الفنان فوزي أولى أدواره في فيلم سيف الجلاد، حيث غنى من ألحانه. توالت أعماله السينمائية وصولاً إلى فيلم أصحاب السعادة الذي حقق نجاحاً كبيراً غير متوقع، الأمر الذي ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسم أفلام محمد فوزي عام 1947. وعلى صعيد الغناء دخل بقوة غير عادية من خلال الأغاني الوطنية كأغنية بلدي أحببتك يا بلدي، كما أنه الملحن صاحب لحن النشيد الوطني الجزائري قسماً الذي نظمه الشاعر مفدي زكريا. توفي الفنان محمد فوزي في 20 من تشرين الأول عام 1966، وقد بلغ رصيده 400 أغنية وأكثر من 300 فيلم سينمائي.
ميسان، لأولى فقرتنا لليوم من المكان اللي بنستريح فيه، وأكيد هذا المكان بيعبر عن راحتنا، هو البيت اللي بيهمنا كل تفصيل من تفاصيله. وأكيد مع بداية الفصل الجديد في كتير أشياء بتتغير ببيتنا، شي بينضب وشي بيرجع بينفرد. يعني مع بداية الشتوية منضب شناطي السفر، ويعني هي يمكن البعض يلاقي أنه هي بتاخد مساحة من البيت، وأشياء تانية رح نتعرف اليوم مع المهندس فراس حسن كيف ممكن ان احنا نحولها لاشياء نقدر انه نستفيد منها. يسعد صباحك فراس. يا هلا فيك فراس. فراس، يعني شنات السفر هن عن جد بشكل عبء علينا ببيتنا والحجم يلي بياخذوه، خبرنا كيف نقدر نستفيد منهم بشكل جمالي بالبيت. مثل ما قلت شيء بنشيله، بنضل هيك نحن اول الصيف اخر هلا الصيفي واجى الشتوي بدنا نشيل. هلا بنستفاد من الشناتي بشغلتين، شيء يشمل إعادة تدوير وشيء يشمل القطعة، إنه ولكن منضل محافظين عليها. أنا أحيانا ممكن عندي شناتي والأغراض اللي عندي هي ما بتجي بحجم هاي الشناتي، وعندي شناتي أنا فارغين. ليش أنا لا أترك هاي الشناتي إنه مسكرة وفاضية؟ أنا ليش ما بستثمرها بشيء معين بدون ما ألعب فيها أنا بشيء معين، إنه مشان أرجع استخدمها بعدين يعني، وفيني استعمل الشنطة اللي بتكون خربانة هاي تحت نطاق إعادة التدوير، وإنه بدنا نكبها هاي فيني أصنع منها شيء بدل بقى ما كبها، إنه ممكن أعمل منها شيء. فعلى حالتين نحنا فينا نشتغل فيها، بدي حافظ على اللي انا ممكن احتاجه بعدين واللي ما ممكن احتاجه وخرباني، انه بصنع منه شيء لتكون عندي فائده فيها بعملها. هلا كثير شغلات من شناتي انه ممكن نستثمرها جوا البيت. نعم. شناتي السفر ونستخدمها على سبيل المثال. خلينا نشوف صور تقلب لنا فيهم بعدين بنعلق عليهم. أكيد. في مجال على سبيل المثال كونه عم نحكي مشان انتم الصبايا الميك اب والشغلات وبتهتموا بالتجميل وشغلتكم، فعندنا هي القصه نحن انه نشوف الصور بالاول معي. انا هاي الصوره موجوده هلا رح احكي عنها. خلينا نقلب صور. اوكي. ايه يعني هلا نحن عم بس صوره خلينا نقلبهم بهدوء. تمام. يلا صوره ورا صوره. يعني شفنا مجموعه من الصور نحن فراس، هلا فينا نعلق عليهم؟ ايه اكيد. هلا هي مجموعه الصور، مثلا انه نحكي عن وحده من نون، عندنا الصوره هلا ممكن تطلع عنا هلا اللي عرضناها من شوي. هلا هي شنطه هي شوي قديمه عندي انا، مرايه بس تطلع ان شاء الله انه مشان بين الشرح. اوكي. هي مثل مرايه موجوده ضمن فيترين او بغرفه نوم او شيء، فهون الصبايا هي بيستثمروها انه بدون ما اعمل انا فيها شيء او اعذب حالي انه بدي اخترع او اجيب، بفتح الشنطه بس بوقفها بحط فيها انا اغراض الميك اب اللي بتخص فيني اذا ما عندي مكان انا احطها، فانا حطيت كل اغراض الميك اب الخاصه فيني وبرفانات كصبيه ضمن البيت. هي كل الشنات البيت يمكن ما بتكفي. هلا كل وحده على حسب بقى انه شو عندها. طبعا هي اللي بدها تطلع هلا هون عندنا هلا الصوره، هي جاي انه مثل شيء ثاني انه بدون ما نحط فيها، هي المرايه وهي حاطين كرسي قديمه هي الشنطه تماما انه موجوده انه بستخدمها انا ما عندي مثلا بالبيت بحتار شو بدي اعمل، طلعت عندي هالشنطه اوكي انا بستثمرها. هلا هي الشنطه انا فيني استثمرها هيك وفيني ارجع بعدين انا اتركها استثمرها لشيء ثاني بعدين، هي بحيث انه شنطه مو بالضروره او تكون خربانه. هلا الشنطه هي انا فكره حبيت اني لمسها، هي ما نعرف فكره انه هي مصنعه لاعاده تدوير. هاي شنطة اللي بدها تطلع معنا هلا هي شنطة جاهزة بتنشرها هيك، انا لما بفتحها بتطلع معي هيك الطريقة مطبوبين اواعي بهالطريقة، هي عبارة عن العواميد الموجودين فيها هني انه بينزلوا لتحت بنزلها بيضل مطبوب اغراضي وبسكرها وبمشي فورا. اوكي. يعني هاي ما انا مصنعة بس هي للفت النظر انه في هيك شنطة ممكن تخدمنا، انه انا فتحتها ضلت محافظة على اغراضي سكرتها حملت حالي ومشي. هي عن جد مفيدة للسفر يعني، ايه يعني السفر الواحد لفت نظر مو اكثر، هي لا تشمل هي اعادة تدوير، ولكن نحن بشغلنا على طول بنحاول انه قدر الامكان نسلط الضوء على شيء معين. لانه نحن مسافرين بنرتب الاغراض قريش بمكان خصوصا يعني وقت، واحيانا بدك تدوري على الغرض ما بتلاقيه، وين
وممكن يخرب غرض على حساب غرض. بالرجعة بتكون الشنطة مو مثل الروحة ما هيك ما هي بتكون مرتبة بالرجعة تكون مشقلبة مشقلبة لأنه زايدين الأغراض فيها والشوبينج إنه واحد لما بيكون مسافر. هلأ بده يطلع معنا حاليا هو هاي الشنطة بدها تكون خربانة أنا بدي جلسها شوي هون معمول منها كرسي أو كنب أو أي شيء إنه أنا بستخدم طبعا هي أبدا ما أنا عملية معقدة إذا بنلاحظ نحن مشان إنه الناس ما تتلبك إنه شنطة كيف هيك هي كراسي خشب إجرين الإجرين تبعها خشب عبارة عن براغي أنا بحطها من تحت بالشنطة بحط بالشنطة سفنج وبنجدها مثل أي تنجيد عادي بأي ماشي أنا بحب يطلع معي هاي الكرسي هي ما أنا العملية معقدة مشان ما حدا يسأل إنه كيف ممكن تطلع معنا شنطة هيك هلأ الشيء اللي بيطلع معنا هلأ هو مراي إنه ضمن كوريدور صغير أو حمام بنلاحظ إنه هلأ بده يطلع معنا إنه فيها الإنارة اللمطين موجودين عنا بفتحها أنا وفيها درجين إنه بستخدمها لأغراضي الشخصية على المغسلة وبالإضافة عندي المراي الصغير القديمة ولكن هي فيها عبارة عن نابض متحرك أنا بمد المراي الصغير الموجود على الجناب إنه بتحكم فيه أكثر وين ما بدي المراية بوجهها يعني نحنا هاي نحنا منحطها للمراية ولا هي بتجي الشنطة لا لا هاي شنطة هاي شنطة بالنهاية لوحدة إذا انتبهنا على سقف الشنطة في لمطين هدول اللمطين أنا حاططهم الدرجين تحت أنا حاططهم هون مصنع بهاي الشنطة هاي مو شنطة بنرجع نستخدمها بعدين خلص أنا هي خرباني بدي استخدمها هيك المراي هاي أنا بتنشرها جاهزة وين ما كان موجودة المراي إنه أنا فيني حطها على الحيط حتى بلا شنطة أنا موجود بمدة على حسب اتجاهي وين واقف إذا عندي زاوية ضيقة ما فيني أتحكم فبتحكم أنا فيها وين بدي بوجه هاي المراي بس هي بتضل ثابتة عندي هون بالحالة هي أنا ما بقى بشتري مراي أو شيء إني حطه عندي على المغسل يكلفني كتير صنعته من هون من الموجود بس اشتريت المراي الصغيرة يعني عن جد أشياء بتكون موجودة بالبيت ما بيخطر على بالنا أبدا إنه نستفيد منها بطرق عن جد تخدمنا وتخدم حاجياتنا بالبيت اليوم فرجيتنا عن الشنات كيف نقدر نستخدمها كمان شو في استخدامات تانية ممكن نستفيد منها ببيتنا نكون إحنا مفكرين يمكن ما نكبها هلا اذا بدنا نحكي هيك بدنا شي 10 ساعات الحلقه انه تكون خلينا نحدد على اطارات السيارات والبسكليتات اوكي لا هلا ايه تمام هلا فينا نحكي ضمن هذا النطاق وفينا انه نحكي بالبسكليتات مثلا هلا البسكليت هو فينا نستفاد منه كمان بشغلتين انه كثير لما بيخرب بسكليت انه ممكن ينكبه او ما نستثمره بشيء واحيانا عندنا بسكليت كامل انه نحن شو بدنا نعمل فيه وين بدي ضبه انا ممكن ضبه بطريقه فيها ديكور وديزاين للبيت وارجع استخدمه كمان بعدين فالبسكليت هو مثلا هلا انا راح اساسا كمان البسكليت كمان هي من الامور يلي بنستخدمها بالصيف اكثر من الشتاء يعني بالصيف بيطالعوا الناس البسكليتات بيطالعوا كل هي الامور يلي للاجواء الحلوه لاجواء الشمس تمام. وبالشتاء بنضطر انه نحن نضبها ممكن بحطوها على السقيفه وبينزلوا من السقيفه وبتاكل محل وبتتغبر وممكن تخرب هلا ببلادنا ثقافه البسكليت مو كثير للكبار دارجي دارجي عندنا للاولاد اكثر وللولاد ايه لاني لمستوى عمري معين هلا بغير بلاد دارجي للكبار الى موقف خاص الى باركينج الى مكان بالبنايه كل شيء البسكليت فنحن هلا على سبيل المثال انه انا بدي احط صوره اشرح منها فكره انه البسكليت بدال ما ضبه ويصير شيء انا ممكن احطه بمكان وارجع استخدمه بعدين كبسكليت كامله طبعا هلا الصوره اللي بدها تطلع قدامنا هلا هي بسكليت كامله انا بدي مشان ما تاخذ معي مكان وتخرب مثل ما قلنا انا بدي اجي احطها هلا بمكان للصوره للبسكليت هاي الصوره اللي طلعت معنا هلا انا جايب البسكليت مثل ما انا حاططها بمكان تحت المغسله وبالسله تبعها هي البسكليت الموجوده حاطط مناشف بحيث انه انا مبيني عندي عامل المغسله بالبسكليت وحاطط بالسله تبعها هلا بيجي الصيف خلصت مدرسه للولد او للشاب بشيل البسكليت ورجع استخدمها عادي ما اثرت عليه شيء ابدا هي من حيث المبدا اذا بسكليت عادي انه انا ما بدي اخربها او كبها او اعمل فيها شيء اذا بسكليت خربانه هلا اذا بسكليت خربانه بنعمل منها اكيد كثير اشياء مثلا بيجي عندنا نحن دواليب بسكليت انه الاطار مو الكوتشوك اطار البسكليت المعدني اللي بيكون موجود لما تنكب البسكليت فانا فيني اخده استثمره بالبيت مثل ست المطبخ علقه بزاويه معينه بيستخدم تعليقات لاغراض المطبخ الموجودين عنده ايا كان طناجر معالق اللي موجود عنده طبعا اذا هو شوي احيانا هذا بيتعرض للصدأ او بيخرب او وسخ بحاول انا انه بدي اعمل له لون او بدي انظفه هي امر لابد منه يعني ما فيني احطه مثل ما بيكون هو موجود هلا خيار ثاني هون عندنا انه نفس المبدا الدولابين
انه بربط عليهم شريط، انا اللي ببرضه بحطه عندي شريط الاناره اللي بنوجد احيانا باشجار عيد الميلاد او بدي زين في بيت او كذا، بحطه بطريقه معينه على البستيت وبحطه بالسقف، تحول عندي انه مثل تريز او بطريقه معينه. يعني فينا نحط اللدات؟ اكيد فينا نحط اللدات، نلزق النزع عليها، بس اللدات مثل ما بتعرفوا بطاريه ضعفت انقطعت شحنت ما شحنت، يعني اثنين بيصيروا هون ولا هون على حسب بقى خيار لابد منه اللدات. هلا هي الاناره العصريه مو خيار لابد منه، هي الاناره العصريه. ومثل ما حكينا مره انا واريج العصري تبع الاشرطه اللي نازله وطالعه ونازعه ديكور البيت وديزاين البيت، ما حدا بيهتم بهي القصه. شو عندنا خيارات كمان في راس؟ هلا خيارات عندنا مثلا انه هاي الطاوله اللي بدها تطلع معنا هلا، هي طاوله فينا نقول مثل السفره او طاوله طعام او اكل على حسب حاجه الواحد لها. هي البسكليتات انا بجمع دواليبها بالنهاية اني حطيت فوق انه حزاز طلع عندي انا طاوله معينه بالبيت بزاويه حسب. يمكن هي بدها شخص مختص لانه ما انا بالسهل انه الواحد يعملها. هي هي ما بدها كثير مختص. ليش؟ لانه هي الدولاب مثل ما عم نشوفه انا ماني جايب مصنع، نفسه دولاب البسكليت مع القاعده تاعه انا جاهز شلته. بسكليت خربان اخذته جاهز، لميت انا هالقطع هي، انا بس رحت فصلت لوح الازاز وحطيتهم علي. يعني انا ما صنعت شيء بالدولاب، فكره هي كثير سهله، الدولاب هو مصنع بالاساس اعاده تدوير بسكليت. فانا جايب قطعه البسكليت عملتها بهي الطريقه. انا ممكن يكون بدها خبير. هلا مثل هاي القطعه مثلا اللي بدها تطلع عنا هون انه مثل ما بيقولوا مضروب فيها عصفورين بحجر واحد، صاير هو دولاب البسكليت ومعمل له قاعده وكرسي بحيث هلا لما بتطلع الصوره انه انا وقاعد يعني بحرك حالي شوي بالرياضه لاني متروك دعسات، اذا بنلاحظ دعسات البسكليت موجوده. تمام. انا فيني انا قاعد على الكرسي، هي كرسي، وفيني حرك حالي واجري شوي كاني عم سوق بسكليت بس انا واقف مكاني. كل ما هو انه فصلنا القاعده الحديد الموجوده من تحت بحيث ياخذ راحته الدولاب. يعني تعطي منظر جمالي بنفس الوقت نستفيد منها مثل ما قلت راس اشياء كثير كثير ممكن أكيد. نحكي عليها ونعرف كيف نستثمرها ببيتنا، رح تخبرنا أكثر بحلقات مقبلة إن شاء الله. شكرا كثير لك فراس على هالنماذج الحلوة اللي أعطيتنا إياها. شكرا كثير لك فراس، بتمنى كل الناس تقدر تستفيد منا من هالتفاصيل الكثير صغيرة، وبنحكي بالحلقات المقبلة عن هالمواضيع بشكل أكثر. شكرا لك. أما هلأ يعني بعد ما حكينا عن هالتفاصيل رح نروح لمدينة دمشق، هالمدينة يلي يعني وبين محلات الصناعات اليدوية بلدكية السليمانية هناك أبها، هذا السوق يلي قدر أنه يحمل اللمسة الأنثوية، واليوم المونة صارت منتج حمل بصمة المرأة السورية، والتفاصيل مع هزار عبود. مشروع بيحمل لمسة الأنثى السورية يلي قدرت تكون سند لأسرتها ومجتمعها خلال سنوات الحرب على سوريا، فمن أشياء بسيطة قدرت توجد أفكار خلاقة، ومع التقليد السنوي يلي بيعيشه كل بيت سوري للاستعداد للشتوية شكلت المونة المنزلية واحد من الأفكار يلي بدأتها مجموعة من السيدات السوريات ليصير إلها مكان خاص بين جدران كيا السليمانية. ست البيت يعني عم بتحاول من أي شيء لو بسيط إنه تخترع لأي شغلة مثلا بس حتى تعيل أسرهم. يعني في أسر كتيرة يا حرام متضررة وعندها عيال، يعني عم بتحاول قدر المستطاع لو مثلا إنه تكون مثلا شغلة بسيطة أو أي شيء بس حتى إنه تقدر تعيل أولادها. وغير هيك في نحن عنا جمعيات، عنا كمان هدول كمان كلهم ستات بيوت يعني كمان عم يشتغلوا مثل هيك، عنا هي السلال هي كلها هي من ورق جرايد، يعني عم يستغلوا اي شيء ورق جرايد وبيساووا منها هالشغلات هي الحلوه يعني اللي عم ترضي الزبون وعم بيرغبها كثير، يعني عم يلاقي اي شغله حلوه ويحس انه مثل هيك يعني تحفه. زبوناتنا اللي بيحبوا مثلا انهم بيرغبوا بالمنتجات الطبيعيه يعني اللي صافية 100% اللي ما فيها مواد حافظة، لأنه كل منتج بيكون ما فيه مواد حافظة بيساعد هذا الشيء بيحافظ على إنه على نكهة المنتج وفائدته، رغم إنه بتعطي وزن بالسفر هذا الشيء عم بيقايسوا عنه إنه هن بدهم إياه بالإمبلاج تبعه إنه ياخذوه حتى يعرضوه برا إنه هي نحن منتج القطر السوري تبعنا، وحابين إنه برا يشوفوا ويتعرفوا على المنتج إنه إحنا بيطلع بإيدنا نعمل كل شيء. يعني بلدنا يعني لساته فيه الروح. من الأشياء الموجودة بين إيدينا نقدر نصنع إرادة وتصميم ليضل الأمل مشروعنا.
أما هلأ ميسان رح نروح لأخبارنا الثقافية من عواصم عربية عدل اليوم، وضمن جولتنا الثقافية البداية رح تكون من بيروت ومع الإبداع السوري، حيث أقيم مهرجان أبجدية الياسمين الثاني ضمن أسبوع الموضة ببيروت، ويعتبر أول عرض يحمل في طياته مزج شرقي غربي لما يحمل من رسائل عن سوريا الحضارة والتاريخ. تفاصيل أوفى بتقرير مراسلتنا نور الحاج. أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت مهرجان أبجدية الياسمين الثاني ضمن أسبوع الموضة في بيروت، ويعتبر أول عرض يحمل في طياته مزجا شرقيا غربي لما يحمل من رسائل عن سوريا الحضارة والتاريخ. رغم لما تعانيه سوريا اللي دفعني شارك بهذا المعرض بهذا الكرنفال هو تأكيد حيوية الشعب السوري والمبدع السوري منال والفنانين المشاركين في هذا المعرض في هذا الاحتفال في هذا الحضور هو تعبير أن سوريا التي تقاوم هذا الإرهاب هي تقاوم بمبدعيها بمنتجيها بصناعيها كما تقاوم بجيشها وبمواطنيها الذين ثبتوا على الأرض. اليوم أنا عم أقدم لوحة فنية فينا نقول أكثر ما يكون إنه عرض أزياء لورجي فساتين، هي قصة سوريا و13 حضارة اللي مروا عليها. عم بحكي عن أبجدية أوغاريت للانتداب الفرنسي، بعد الانتداب الفرنسي كيف سوريا تطورت وازدهرت بالأربعين خمسين سنة قبل هالمعاناة اللي عم نعيشها. بعدها منشوف إنه كيف سوريا عم بتعاني بإخراج مسرحي كتير مؤثر وكتير معبر. بتشكر الأستاذ عبد المنعم عمايري هو اللي أخرج لي هذا البارت، وجبنا الراقصة راقصة البالي كمان سورية بنوتة كتير مهضومة وكتير بروفيشنال، واستعنا بأربع أطفال لحتى هن مثل أبناء سوريا اللي هن عم يدوروا على أمهم، وسوريا كلنا بنعرف ما حترجع إلا بأبنائها، كلنا إذا التفينا حوالين بعض حنرجع هالبلد ذيك ترجع تتعافى إن شاء الله ونرجع نعيش فيها مثل قبل. بيطلعوا فساتين الأعراس، استعنت بموسيقى خاصة ألف لي إياها الموسيقار الرائع إياد ريماوي، كمان بوجه له تحية كتير كبيرة، والموسيقى مو بس رائعة أكثر من رائعة، فإن شاء الله هيك الشو يكون له صدى مثل ما أنا متوقعة، وإن شاء الله كمان أقدر وصل الفكرة والشي اللي عم نعيشه بالطريقة الصح. العرض قدم تصاميماً تحاكي الحضارات السورية من خلال 13 حقبة تاريخية، بدايته من أول حضارة وأبجدية في العالم الأوغاريتية وصولاً إلى يومنا هذا. يعني مجرد ما نكون نحن حاضرين الليلة بهالحدث الثقافي أكثر ما هو حدث بمعنى الأزياء أو بمعنى التصميم، هو تصميم على إحياء مهرجانات احتفالات ثقافية تكرس تاريخ سوريا، تكرس ياسمين سوريا، تكرس أبجدية سوريا. يعني هيدا الاحتفال هو يمكن يكون جزء بسيط بس هو كمان جزء أساسي لحتى تكتمل أجزاء الحركة الثقافية بكل أمدائها. فمبروك لمنال ومبروك لسوريا اللي بظل 6 سنين من العدوان عليها عم تقدر تتحرر من كل هذه الأثقال وتضل تفرجي مراياها، تضل تفرجي حضارتها وثقافتها وجمالها. مزج الحضارة والفن والموضة كان حاضرا من خلال عرض درامي يعكس واقع سوريا الحالي، أخرجه الفنان عبد المنعم عمايري تحت عنوان معاناة الياسمين. في مشهد درامي اشتغلنا عليه، حاولت ساعد صديقتي طبعا الفنانة العالمية منال عجاج بعمل أبجدية الياسمين بالجانب اللي بتعلق فيني بالدراما. أبجدية الياسمين بتحكي عن حضارة لسوريا عمرها 10,000 سنة، هذا بحد ذاته لما أنت تقدميه بشكل أو بآخر تورجي الآخر شو هي سوريا. سوريا حضارة، سوريا منا مثل ما يؤخذ عنا حاليا بالإعلام العالمي كيف عم تتقدم. نحن لما نقدم هيك شيء نورجي إنه سوريا مركز الحضارة، رمز الحضارة، سوريا تاريخ عريق
العرض الذي حضره العديد من الشخصيات الفنية والسياسية والاجتماعية لاقى ترحيباً وإعجاباً من جميع الحاضرين. عبق ياسمين دمشق وأهلها باق، ليسوا قادرين على محو أقدم عاصمة في التاريخ. سوريا بلد عظيم، وسحابة الصيف هذه ستنتهي بسواعد أبنائها المؤمنين بترابها. نور الحاج، الإخبارية السورية، بيروت. ومن بيروت إلى السودان، افتتحت الدورة 12 لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب، ويشارك في هذا المعرض هذا العام 160 دار نشر تعرض آلاف الكتب في مختلف مجالات وحقول الثقافة. ويتم خلال المعرض تكريم عدد من الشخصيات الفنية والأدبية المحلية والدولية التي أثرت في الساحة الثقافية داخل السودان وخارجها. تفاصيل أوفى بتقرير مراسلنا بالسودان محمد الساتي. وسط حضور الرسمي والشعبي، بدأت في العاصمة الخرطوم أكبر تجمع ثقافي وأدبي لمعرض الكتاب الدولي بمشاركة نحو أكثر من 300 دار نشر من سوريا والسودان ودول أجنبية في دورته 12. وتمتاز هذه الدورة عن سابقاتها بمشاركات خارجية كبيرة ومتنوعة. المشاركة السورية واسعة جدا الحمد لله رب العالمين، أكثر من 78 دار نشر سورية، والحمد لله رب العالمين. الآن الحراك الثقافي والعلمي للشعب السوداني الحمد لله رب العالمين بدأ بصورة طيبة جدا مع بداية هذا المعرض. مشاركات مختلفة شهدها معرض الخرطوم للكتاب، إلا أن مشاركة سوريا كانت الأبرز واللافت، والتي شاركت فيها أكثر من 50 دار نشر سورية تعرض آلاف الكتب في مختلف المجالات رغم ما يعتريها من أزمات. أنا منشارك بالمعرض لأنه يعني بالنسبة لنا من المعارض مهمة، يعني ما بنحس إنه ما نطلع عليه رغم كل الظروف الموجودة. إحنا عم نضل يعني عم نحاول نكون موجودين، وإن شاء الله يعني يكون وجودنا مؤثر ووجودنا إيجابي بالمعرض. يعني أعداد من الجمهور يبحثون بين متن الكتب والمراجع ويروون عطشهم من العلم والمعرفة، والكل هنا يجد ما يصبو إليه. أي زول يعني ما بيخفى عليه وبيلاحظ إنه دور النشر السورية تحتل ما يقارب 90%. حتى ظنيت إنه هنا إذا المعرض ده يعني أغلب كله سوريين، وده يدل على يعني إنه سوريا يعني دولة رائدة في التعليم، وهي قديمة يعني معروفة من زمان في تصدير للعلماء وكيف لا تصدير للكتب. يعني بتصور الناشر السوري ناشر حي وقادر على الإبداع بكافة الظروف، فهذا سبب استمراره. وتهدف هذه الدورة من معرض الكتاب الدولي في الخرطوم إلى تطوير وتوسيع العمل الثقافي والأدبي وزيادة الثقافة والمعارف والوعي في أرجاء البلاد. تمثل هذه التظاهرة الثقافية الأدبية لمختلف الجهات والسحنات لوحة زاهية لتبادل العلوم والمعارف وتعميق الصلات، إلا أن مشاركة سوريا بمختلف دور نشرها المتنوعة قد فاقت كل التوقعات، لأنها من رحم التاريخ والأصالة. محمد ساتي، الإخبارية السورية، الخرطوم. وختام جولتنا الثقافية من العاصمة دمشق، حيث شهد مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون حفلة موسيقيا لعازف الترومبيت نزار عمران ضمن فعاليات مهرجان العزف المنفرد الثاني، حيث افتتح عمران الحفل بالحركة الأولى من سوناتا هاند ميث المكتوبة للترومبيت والبيانو، رافقه فيها عازف البيانو إياد حناوي، ليقدم بعدها مقطوعتين مكتوبتين بقالب السماعي. خلونا نتابع مع بعض أجواء الحفل. Thank you.
أكيد بدنا نوجه لهم تحية للعازفين السوريين إياد جناوي وأيضا نزار عمران. يعني دايما دار الأسد للثقافة والفنون بتكون وقت يكون في هيك أمسيات موسيقية وهيك عزف، وخصيصا المهرجانات يلي يمكن هي بتضوي على أهمية الموسيقيين السوريين. ومع الموسيقى لغة السلام ننهي جولتنا الثقافية. فاصلوا من كافي بقية محطاتنا. سنين طويلة من الإبداع والعطاء والحب قدم بلوحاته ومنحوتاته وشعره، جمع فنه بالصورة والكلمة لتصل لحتى تصل رسالته للعالم. يعني رسالة حمل من وطنه وانطلق ليتجول فيها بكل القارات رغم بعده عن الوطن، إلا أن الوطن لم يغادره يوما ليعود ويكرم على أرض وطنه ويمنح الدكتوراه الفخرية. الفنان تشكيلي الدكتور سهيل بدوري، سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك بصباحنا غير. الحمد لله على السلامة ومبروك الدكتورة كمان. صباح الخير لكم جميعا الفضائل الإخبارية السورية. شكرا، الله يبارك فيك، كل النجاح لكم أيضا. يسعد صباحك دكتور. بالبداية خبرنا عن التكريم اللي حصل من قبل المجلس الأعلى للإعلام الفلسطيني مكتب سوريا، حضرتك تكرمت، خبرنا عن هالتكريم. هلأ الحقيقة يعني حدا اتصل فيني وقال لي يعني لجنة البورد يلي هي بتقرر أو مجلس البورد اللي بيقرر منح الشهادة بناء على اختيار معين يعني بيسعدوا أنه يمنحك شهادة الدكتوراه الفخرية. ففرحت طبعا لأنه يعني تقدير جميل، وخاصة سيكون في وطني سوريا. يعني ما هو هيك الشيء المعنوي للمبدع مهم جدا، يعني أكثر من أي شيء مادي آخر. الحقيقة خطوة لطيفة، يعني في حدا بيبحث عنك عنده رغبة يقدر تجربتك، بمعنى من المعاني هو شايف تجربتك، شايف أدائك، فشكرا لهم. يعني هون يمكن هي انه المبدع اكيد بينبسط بانه هو قدر يترك اثر مهم. يعني حضرتك كرمت باكثر من مكان ومنحت عده جوائز بالعالم، لكن تكريم بالوطن شو له اهميه، او هو شو شيء الشيء اللي بينعكس على حضرتك؟ يعني ما في اهميه اكثر من ذلك الواحد انه يتكرم في وطنه. يعني احيانا توصيف مثل هاي المشاعر في الوطن حقيقه هي صعبه. يعني انا صح تكرمت في اكثر من مكان، لكن في وطني في له غبطه خاصه، في له فرح خاص، في له طعم خاص، في له دفى مختلف كليا ابدا. يعني لانه هذا الوطن، هذا الام، يعني هذا ذاكرتي، عمري، عالمي، يختلف طبعا. دكتور خلينا نرجع شوي لبداية حضرتك بالفن، وذكرت بمرات سابقة أنه بلشت بالفن بوقت كنت بعمر صغير، خبرنا عن هالبدايات. هلأ أنا ابن ضيعة وابن عائلة فقيرة، ما عنا ألعاب، يعني ألعابنا بسيطة، حجار وأصياخ وتراب، ويعني فكنا نجبل تراب بالمي ونساوي بعض الألعاب. يعني رفقاتي الصغار كانوا يضحكوا علي لأني كنت ساوي أشكال كاريكاتوري فظيعة من نوعها، يعني مثلاً الأرنب بيطلع معي نص فيل نص ما بعرف شو. هلأ هاي كنت ألعب وأنزح بالتراب، يمكن هاي اللعبة كبرت شوي لحد ما تواطأت يمكن مع الجد حقيقة هيك، وبدأت أشتغل بشكل عفوي على شجر الزيتون. ومن ثم دخلت الكلية، طبعاً لم أوفق في أن أتابع في كلية الفنون لأني كنت فوضوي ومشاغب، يعني تركته. لكن ما أعرف، في شيء في رأسي كان شبه اكتمل أو إلى حد ما حسيت أنه نضج. الأهم أني تابعت جيدا ولم أقطع. هذا الهم أكيد. يعني هي المتابعة وصلت أنه حضرتك تشتغل أكثر على هالموضوع بالنحت، بالرسم، بالشعر، يعني تعدد لأنواع الفن والثقافة. كمان انتقلت حضرتك من سوريا إلى الخارج الوطن، خبرنا ليش طلعت لبرات سوريا؟ يعني هلا طلعت محض الصدفة، لأنه وجه إلي دعوة لإقامة معرض في المجمع الثقافي في أبو ظبي، وكان ما أعرف، كان شبه مزحة أيضا بكل صدق، لأني ما كنت أعرف أنه يعني بالإمكان الواحد يساوي معرض هناك أو عنده تماس حقيقي مع فن تشكيلي. لكن اكتشفت أنه إيه طبعا في أرضية لطيفة. الآن إجاني عقد عمل وبقيت هناك لأنه
يعني قلت لك أنا ابن عائلة بسيطة، في معرضي هذا بعت كتير وجانا فلوس كتير، فرحت وانبسطت وبعدين يعني بقيت في الإمارات فترة، انتقلت إلى أمريكا ومن ثم بدأت جوالي يعني، والآن أنا رجعت إلى دبي يعني وباقي في دبي وعندي صالة عرض هناك. لكن وقت تزور أرض الوطن قديش هالحنين لبلدك ووطنك يعني بيعطيك إلهام أكثر بأعمالك؟ أنا ما بحسن ما زور وطني، يعني لم أنقطع الوطن خلال كل هاي الأزمة على الإطلاق، حتى في أحلك الظروف إجيت. لا ما بستطيع كل هذا، يعني أنا أضعف من أني ابتعد كل هذا القدر. أنا حميمي مع كل الأماكن اللي بعرفها. الوطن شجر وحجر وناس وبشر وشارع وطريق وذاكرة، ما فيني خونة، ما فيني ما أروح على كل الأماكن اللي بحبها حتى هيك أخذ شوية أكسجين. وهذه حقيقة، ليس شعر ولا مزاح ولا مبالغة. يعني الغربة أوجعتني لذلك وألمتني جيدا، لأنه الغربة لا تمنحك، هي مشروط عليك وليس العكس. لذلك بدك ترجع على وطنك، تشوف هذول الناس الحميميين، شوارعك الحميمية، صندويساتك الحميمية، قعداتك الحميمية اللطيفة يلي هي زادك وزوادك للقادم. وحتى إبداعيا هذا أمر غاية في الأهمية بالنسبة لي، أني أرجع أشوف حتى أكتنز مرة أخرى وأرجع أشتغل. هي الذاكرة كيف تنعكس على لوحاتك؟ هلا أنا ابن، قلت لك أنا ابن ضيعة، ضيعتي مثل كل القرى الجميلة اللي فيها خضار حي، فيها صفار حي، فيها بياض حي، يعني كل الألوان فيها بكر. واكتنزت ذاكرتي في هذا القدر من الألوان الجميلة والبسيطة والعفوية، وخبيتها ربما لأني كنت متأمل جيد، أو لأني كنت حشري وفضولي. حقيقة هيك التوصيف، كنت فضولي يعني بدي أشوف كل شيء وأعرف كل شيء وفكك اللون وركبه وشيء من هذا القبيل. لذلك اكتنزت ذاكرتي جيدا في هذا القدر من اللون الطاهر. ومن ثم لما بدأت محترف بدأت أشتغل على ثقافة اللون، على ثقافة الفكرة، على يعني بمعنى من معاني صرت فنان محترف. يعني أدواتي أنا بمتلكها بذاكرة مكتنزة، يعني بجانب القصم الرأسي كل المساحات الجمال الموجودة في بلدي. كمان يعني في لمسة دائما موجودة بفنك بتتعلق بالمرأة. صحيح. قديش هذا الشيء كمان يعني بيخلي لك خصوصية ضمن أعمالك؟ هلأ المرأة دائما هي الملهمة. هلأ بقولهم أنا يعني بدي ضل كرر هاي الكلمة، المرأة أوسع مساحة للحب، للرحمة، للحنان، للعطاء، للبدك يا بعد الله. ليس من كائن على وجه الأرض أوسع مساحة في الحب من الامرأة. الرجل غير ذلك، هذه حقيقة يعني، ربما تكوين ربما قانون. يعني المرأة هي الملهمة. هلأ أنا كل النساء بشوفهم في قواسم مشتركة تجمعهم بأمي، وأمي هي شمس الأبدي، هي بداية كل هذا العالم. بعدها ما بعرف وين النهاية، ما مشكلة يعني، لكن المرأة هي هذا القدر من العطاء والحب. وخاصة خليني أقول أنا عشت في الغرب جيدا، المرأة الشرقية بتحمل حميمية خاصة، بتحمل دفء خاص وفهمة للحياة، حضورة الميكانيزم، حضورة على الحياة يختلف. علي أعباء مضاعفة ورغم ذلك بتتحمل أن هذه الأعباء، وبتتحمل أن تكون مرأة وأم وزوجي إلى ما هنالك. يعني قلت أنه يمكن أجمل لوحة كانت لأمرأة هي لأم حضرتك. لا لا لا. أي قدي كان عمرك وقت رسمت هاي اللوحة؟ هلا هاي اللوحة أنا رسمتها قبل بعرف 18 سنة يمكن هيك، ويعني حتى جرحت ايدي وطلعت شوية دم ومزجته باللون وسويت وجهها اللطيف الجميل المضيء. يعني مثل ما بنعرف دكتور دائما الحروب الأزمات يعني بترخي بظلالة على المجتمعات، يعني كيف أثرت الحرب على سوريا بفنك؟ هلا إنسانيا أبكتني حتى النهاية، هذا صدق يعني. لكن لعل الآن يعني قد أكون ما مستوعب اللي صار، إنما حصل. هلأ الفنان أي مبدع هو شاهد على زمنه وعلى عصره وعلى وقته وعلى أي أزمة. أنا اشتغلت شي 4 أو 5 جداريات أسميتهم سوناتا وجع وطن، والجداريات مساحات كبيرة وانباعوا يعني 4 أمتار في مترين وانباعوا، يعني برغم فيهم هذا القدر من الوجع. شوف من الصعب الواحد يفكك هاي العلاقة بينه وبين وطن موجوع، كتير صعب. أنا بقولهم الوطن هو الأم، والبلد اللي بتختاره في الغربة هو الزوجة. ممكن تختار زوجة جميلة أو زوجة طويلة أو قصيرة،
بس ما فيك تبدل أمك وما فيك تختار غيرها على الإطلاق. بهذا المعنى بيوجعني وأوجعني هذا الوطن. يعني هذا الوجع يمكن بينعكس على اللوحات، بتحاول أنه بهاي اللوحات تعكس ألمك وأوجعك أو يمكن تحط الأمل اللي لازم يكون موجود. هلأ الأمل ما بغادر أعمالي، أنا بشتغل على ألوان طازجة فرحة صحيح، شخصي أحيانا مكان ما حزينين، لكن هذا الفرح لازم تكسبه لوحتي. الآن يعني من الصعب هو تفكيك هاي العلاقة بين مبدع واللوحة وترجمة اللي قايله في اللوحة، لكن في المجمل عم اشتغل على شيء الآن له علاقة في هذا الوجع اللي أو في هذا الألم اللي ينتاب وطن الآن. بشتغل امرأة وموسيقى، لا وأنا بشتغل على الانتظار كتيم كمشروع، يعني في مشروع الفني الانتظار بيقلقنا، كلنا ننتظر بشكل من الأشكال، وأنا وهذا الوطن وأنتوا والجميع عم ننتظر نفرح في هذا الوطن مرة أخرى إن شاء الله. دكتور كمان بالإضافة للفن التشكيلي، حضرتك كمان عندك يعني أخذ حيز شوي للشعر. صحيح. من وقتك خبرنا شوي عن هالشعر، يعني قديش كمان بيكون هو يعني ملهم أكثر للتعبير عن مكنوناتك. هلا أنا بقول لهم أنا شاعر سيء لأني ما بحفظ شعري، عندي 4 مجموعات شعرية. أنا ما بصدفي كتبت. هلا يمكن بالتجربة الإبداعية أو الإنسانية يمكن كثير من الفنانين التشكيليين كتبوا أو أعزفوا أو غنوا أو يعني شيء من هذا القبيل. لما في مساحات هربت مني ما حسنت أكتبها أرسمها أو أنحتها كتبتها. مع الزمن المرحوم ممدوح عدوان الأديب العظيم هذا رحمه الله يعني قرأ هيك قال لي هذا شعر سهيل، انبسطت ممدوح عدوان يعني، فرحت طابع أول ديوان ومن ثم توالت. أنا ما بتوقف عن الكتابة أبدا، لكن لا أعتقد أني شاعر مهم، يعني أكاد أجزم لست شاعر مهم، يعني أنا بفهم بالكلمة، أنا قارئ جيد جدا، بحس ببهجة الشعر، يعني بمعنى أنا بنقل صورة فيها بهجة. هلأ قديش هذا بيطلع الشعر أنا ما بعرف، لكن ما بتوقف، الشعر جزء لا ينفصل على الإطلاق من مشروع الإبداعي، وهو واحد من تجليات الإبداع الرائعة، ولو أن الشعر كذاب لكنه جميل. يعني بصير في تكامل يمكن بين الصورة والكلمة لحتى توصل للرسالة بشكل أفضل وأجمل. يعني إحنا وقت منشوف لوحة جميلة منتأثر فيها، كيف إذا منشوف مع كلمة كمان حلوة طبعاً. أو أيضا محزنة أو أيضا مؤلمة. ذكرت أنه الحزن يمكن موجود عندك وعم تقلنا هلأ أنه هو ما بيفارقك رغم أنه بتحب تعكس الفرح، شو سبب هالموضوع؟ هلا هذا الحزن يعني شوفي انا بقول لهم طفولتنا راكمت شيء من الالم، هذا الالم ممكن ساوى شيء من الحزن، ولو انه الحزن ليس تهمي على الاطلاق ابدا، وهو الحزن حاله انسانيه رائعه، يعني الكائن بواجه فيها نفسه بصدق ومحبه. يمكن هذا هيك هذا الالم اللي تراكم بفعل الزمن، والان هاي الازمه اللي مرت على وطني ايه كرست حالة الحزن اكثر، رغم انه انا حدا بعرف كثير اتفائل وبعرف كثير اضحك وبعرف كثير احكي نكت كمان. أهلا بكم إلى موجز أثانية فجرا من الأخبارية السورية. أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن نظام أردوغان أقدم على ارتكاب مجزرة راح ضحيتها أكثر من 150 من المدنيين الأبرياء باستهداف الطيران الحربي التركي قرى وبلدات حساجك والوردية وحسية وغول سروج وسد الشهباء وأحرس وأم حوش في ريف حلب الشمالي. وقالت القيادة العامة للجيش إن هذا العدوان السافر الذي استهدف المواطنين الأبرياء يعد تطورا خطيرا من شأنه أن يزيد في تعقيد الموقف، وتحذر من أن أي محاولة لتكرار خرق الأجواء السورية من قبل الطيران الحربي التركي سيتم التعامل معه وإسقاطه بجميع الوسائط المتاحة. قال مندوب سوريا دائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الجماعات الإرهابية التي تتخذ من الأهالي دروعا بشرية شرق حلب منعت خروج المدنيين والمسلحين من خلال عمليات القنص وإطلاق القذائف.
الجماعات الإرهابية التي تتخذ من الأهالي في شرق حلب دروعا بشرية، وعلى رأسها تنظيم جبهة النصرة وأحرار الشام، وكلاهما ينتميان للقاعدة فكرا وعملا. هذه الجماعات الإرهابية قد منعت خروج المدنيين والمسلحين من خلال أعمال القمص وأطلاق القذائف التي ما زالت حتى هذه اللحظة تنهمر على سكان حلب وعلى المعابر التي خصصت. وقامت هذه الجماعات اليوم بإعدام 14 شخصا من الأهالي في مدينة حلب لأنهم دعوا الناس لمغادرة الأحياء الخاضعة لسيطرة الإرهابيين. وأضاف الجعفري أن ما يعانيه الشعب السوري هو نتيجة لأزمة عملت دول معروفة وبعضها من الدول التي دعت لعقد هذا الاجتماع على تأجيج أواري الأزمة ومن خلال تقديم كافة أشكال الدعم للإرهابيين المرتزقة الأجانب. نظام أردوغان، فهل يعقل أن يكون هذا النظام حريصا على الشعب السوري وهو السبب الرئيس لما يعانيه أهلنا في حلب من خلال فتح حدوده لآلاف الإرهابيين المرتزقة الأجانب لاجتياح المدينة وأخذ سكانها رهائن بشرية، بعد أن أنشأ هذا النظام الأردوغاني مراكز تدريب لهؤلاء الإرهابيين على أراضي تركيا؟ وكيف يمكن لنظام آل سعود أن يدعي الحرص على الشعب السوري وهو الذي أنفق عشرات المليارات من الدولارات لتمويل المجموعات الإرهابية الوهابية التكفيرية الداعشية في كافة أصقاع الأرض بما فيها بلاد سوريا والعراق؟ أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جون كيري ضرورة أن تنفذ الولايات المتحدة تعهداتها القديمة بالفصل بين وحدات ما يسمى المعارضة المعتدلة والتنظيمات الإرهابية في سوريا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقله موقع روسيا اليوم أن لافروف وكيري بحثا في الاتصال الهاتفي 60 بينهما منذ بداية العام الجاري، بحثا الوضع في سوريا مشيرة إلى أنه جرى بمبادرة من الجانب الأمريكي. وأوضح البيان أن الجانبين وصلا خلال الاتصال الحوار بينهما حول سبل تطبيع الوضع في شرق حلب، حيث أعلنت القوات السورية والقوات الجوية الفضائية الروسية هدنة إنسانية. قضت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد من مرتزقة النظام السعودي إثر محاولة زحف فاشلة نفذوها باتجاه الساحل الغربي لمديرية ميدي محافظة حجة شمال غرب اليمن. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف العدوان السعودي أحمد عسيري تنصل هذا للتحالف من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه، قائلا أنه ليس هناك وقف لإطلاق النار في اليمن. وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد ركن شرف لقمان أكد التزام قيادة الجيش اليمني واللجان الشعبية بوقف الأعمال القتالية في البلاد وفق الزمن المحدد في حال التزام النظام السعودي بوقف عدوانه بشكل فعلي وشامل وكامل برا وبحرا وجوا. نهاية الموجز، إلى اللقاء. دكتور، يعني كمان كنت حضرتك عم تذكرنا انه للمرأة لها يعني حيز كتير كبير عبر فنك، هذا الشيء كمان موجود بالشعر؟ ايه طبعا. يعني هلا انا بيقولوا لي مثلا يعني ليش كل لوحاتك يعني نسوان؟ بقول لهم يعني لازم تكون كل رجال مثلا يعني؟ لا، الامرأة هي، شوف، الامرأة هي هذا، الامرأة ليست وعاء، هي هذا الفضاء الرحب جدا، انك
تشتغل عليه ومنه ومن خلاله. الامرأة ليست يعني ما بحسن نضيف تعريف جديد على المرأة، أنا ما بقدر أقدم تعريفات وتوصيفات جديدة. قيل في المرأة الكثير، هي المساحة الأوسع الأرحب الأجمل الأعبق، واللي بنبحث دائما عنا وفيها ومن خلالها. غير ذلك مو دقيق الكلام. يعني كنت حضرتك عم تقلنا أنه عم تشتغل على الانتظار، أو كمان كان لك جداريات معينة عن الأزمة. شو محضر شيء جديد حاليا يمكن بيتعلق بسوريا أو بيتعلق بالشيء اللي أنت عم تشتغل عليه كل هاي الفترة الطويلة؟ هلأ الآن يعني عندي معرض شخصي قادم في شهر 12 إن شاء الله في دبي، لكن في مشروع صعب الإفصاح عنه، في مشروع قد يكون كبير شوي في سوريا في دمشق إن شاء الله. آمل، هو واحد من أحلام عمري الفنية، آمل أن ينجز هذا المشروع. الآن في صدد دراسات يعني لإنجازه. غير ذلك دائما عندي سفر وترحال، لأنه يعني بعمل ورشات عمل برا في أوروبا، أو بحاضر في بعض الجامعات البسيطة، بقيم ورشات عمل، ملتقيات دولية، سامبوزيوم إلى ما هنالك. يعني أنا حدا حتى وأنا نايم براوح، يعني ما بحب أقعد كتير وكن كتير. يعني نحن نتمنى لك كل التوفيق، بدنا نتمنى أنه نحن نشوف إن شاء الله هي الأعمال كمان دائما، وكل القلق المستمر والإبداع يلي موجود عند حضرتك. كنا كتير سعيدين باستضافتك، وأيضا نتمنى لك السلامة وعودة حميدة إلى الوطن قريبا إن شاء الله. شكرا لطفكم، شكرا وطني سوريا، شكرا دمشق، شكرا الإخباري السوري، شكرا لكم جميعا. شكرا كثير لك، وألف مبروك مرة ثانية. شكرا. يعني رح نضل بأجواء الفن ميسان، مسرح القباني اللي دايما العروض المسرحية موجودة فيه، وعلى خشبة المسرح الفنانة المبدعة اللبنانية مروة القرعوني. كان في لها مسرحية بعنوان تفل قهوة، يلي عكست حالات اجتماعية موجودة ببلادنا العربية. خلونا نتابع مع بعض مقتطفات من هالمسرحية. اذكر بالتفاصيل الدقيقة كل يوم، كم قتيل وكم جريح وكم واحد نطشت قشره من قلعة عينه. أنا بعتقد إنه المسرح ما زال يعني حالة متمردة على كل شيء غلط بمجتمعنا، أو على الأقل يلي نحن بنعتقده إنه غلط. بقول أنا إنه اليوم إنه إن شاء الله نحن عم نقدر إنه نعمل شيء، إن شاء الله عم نوصل فكرة إنه بيضل الوطن أهم من السياسيين، والله أهم من رجال الدين، والصدق قد ما كان القبيح فهو الحالة الصح. وحتى لو كان الكذب عم يربي ربطة عنق أنيقة فهو مو حالة صحية أبدا. وإن شاء الله يعني نكون نحن وصلنا شيء بهالمسرحية. المسرح اليوم كتير كتير حلو، كتير عجبني. أنا من رواد هذا المسرح، بنت هذا المسرح كتير بحبه، متابعته بجوز شوي ركن فترة من فترة، بس رجع هلأ مستعيد نشاطه. أنا كتير مبسوطة بالعرض، ولامسني بجد من الداخل، حسيت انه بدرجه من الدرجات بيمثلني بمرحله من المراحل. انا هيك يعني، واي انثى للحقيقه بتكون هيك بدرجه من الدرجات فعلا. نحن ابي خليل القباني، مسرح ابي خليل هو رائد المسرح العربي، لكن نأسف في بعض الفترات يعني خبت هذه القصص الجميله، المسرح يعني خبى جدا، تلعب ظروف دائما يعني بشكل سلبي او بشكل ايجابي. نتمنى كهذه الحركة وهذه السهرة الجميلة التي قضيناها هذا اليوم يعني أن تكرر، أن تشجع أيضا من أجل أعمال قادمة وأعمال وأعمال، من أجل مستقبل فني جميل بالنسبة للمسرح. المسرح أبو الفنون يبقى وهو سيد الكل أكيد. يعني اليوم شفنا تجربة الفنان كتير كانت من قلب الواقع، حسستنا كيف الواحد بيحكي مع حاله، يعني شو بيحكي مع حاله عم تقدمه على المسرح. بتكون المرأة هي أسيرة الحب، أسيرة الوقت، أسيرة العادات الاجتماعية، هي دايما هي حصار عم يحصر المرأة الشرقية بإطارة، وإجاها كمان الحرب كتير أثرت بنفسية المرأة.
ومنرجع لنكمل فقرات برنامجنا. في المسرح لا وجود للمسافات، فهو يقرب بين المبدعين، وكثيرا ما احتضنت دمشق العديد من الإبداعات المسرحية العربية والعالمية. فبرعاية محمد الأحمد وزير الثقافة ومديرية المسارح والموسيقى، عرضت مسرحية طفل قهوة على مسرح القباني. ولنحكي أكثر عن الواقع المسرحي ومسرحية طفل قهوة، بس نرحب بالممثلة والمخرجة مروة قرعوني. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي بصباحنا غير. أهلا وسهلا فيك يا مروة بصباحنا غير وبسوريا أيضا. مروة، خبرينا، مسرحية حملت عنوان طفل قهوة، ليش طفل قهوة؟ طفل قهوة هي رمزت له بالمسرحية لكل الأشياء السوداء اللي عم نعيشها بالمجتمع، لكل الأشياء الغامقة، لكل الفساد والكذب والعدم الإنسانية اللي وصلنا له بالمجتمع. قديش قدرتي توصلي الشيء اللي أنت المنشود، يعني الأمر المنشود من خلال هالمسرحية، خصوصا أنه يمكن كان فيها جرأة بالنص وبالأفكار المطروحة؟ هي إذا بدك ما كان فيها جرأة، لأنه أنا كنت عم بعرض الواقع. سو أنا لأنه قدمت واقع فكان صادمة بمحل معين، فكانت عم تحكي كل شيء وجع بالأشخاص، كل شيء معاناة عم بتعانيها الشخصية، قدمتها على خشبة المسرح اللي هي من أرض الواقع، من المجتمع، من المعاناة. يعني بالمسرحية كنتي مروة عم تقولي ليش ما فينا نقول الأشياء بواقعها الصحيح، والمسميات هي كمان ما يعني ما نخجل منها، يعني الكذاب نقول له كذاب والناصح نقول له ناصح. يعني هيك موضوع يمكن بده جرأة بالطرح وبطريقة الفكرة اللي أنت عم تقدمي فيها. قديش هالشي حسيت بالفعل أنت لامستي الجمهور وكان في يعني ردات فعل من الجمهور، حسيتي أنه أنت قدرتي توصلي رسالتك؟ إيه، هي كان الأساس هو عن الكذب، أنه نحن كل الوقت منجامل بعض، ما بقى عنا علاقات إنسانية، ما بقى عنا هيدا الحميمية مع الأشخاص ولا بالتعامل مع بعض. فهي كانت الفكرة من أنه عم بعرضهم مثل ما هني، يعني أنا عرضتهم، يمكن الجرأة اللي كانت موجودة أنه عم بعرضهم بهيدا البشاعة اللي هني موجودين فيها. فكانت فكرة الكذب أنه نحن ليه ما منقول إشياء مثل ما هي، يمكن لو منقولها نحن منصير أصدق، منصير أحلى. يعني بالعادة يمكن المسرح بيرمز ترميز ما بيكون بهالمباشرة بالطرح، يمكن هلأ صار وقت أنه نحكي خلاص، ايه خلاص على صوت أحمدي هيك صح. عم بيصير صح. ايه. يعني ليش اخترتي على مسرح القباني هالمسرحية تكون بدمشق؟ أول شيء هي المسرحية أول عمل مسرحي لإلي، فكان عندي حلم أنه أنا كون بدمشق على مسرح القباني، لأنه له حميمية خاصة، له شيء أنا بحس إنه لازم يكون أول عمل لإلي. يعني كان الافتتاح عندي ببيروت، بعدين نقلت على الشام. يعني هي كانت خطوة إذا بدك تحقيق حلم، إنه أنا عم كون بهيدا الوقت ببداية أعمالي كمسرح تكون على مسرح القباني بدمشق. كمان مروة أنت بالإضافة أنك ممثلة أنت مخرجة كمان، وعندك أفلام قصيرة كنت مخرجة لها، ممكن كمان يكون لك شي مشروع سينمائي بسوريا؟ هيك كمان بتمنى بصراحة. يعني هلأ يعني بالمسرحية وبعدين معقول كمل بالإخراج، بس نيناتهم أنا مشيتهم سوا. يعني أنا مش عاطي وقت هلأ بس للمسرح أو وقت بس للإخراج، نيناتهم مشيتهم سوا لأنه كله بيكمل بعضه، يعني كممثلة أو كمخرجة. كيف كان تفاعل الجمهور وكيف كان الحضور بالمسرحية؟ كان حلو كتير كتير كتير. أنا بصراحة تفاجأت بالحضور الحلو، كان عندي كتير ناس تفاجأت فيهم وحبيتهم كتير، حتى تفاعلهم كان حلو كتير معي. كان يعني بتحسي كأنه الجمهور إن كان ببيروت أو بسوريا هو متعطش للمسرح، للدراما، للأعمال اللي بتحكي الوجع، بتحكي الواقع مثل ما هو. فكان كتير حلو. كمان كيف لقيتي ولاء الجمهور السوري للمسرح، خاصة يعني بظل الظروف اللي عم نمر فيها؟ يمكن يقولوا يمكن يعني اللي برا يشوفوا انه معقول عم يصير مسرح بسوريا وعم بيكون في مشاركات عربية كمان؟
كان كتير حلو. يعني الفكرة أنه أنا تفاجأت أنه أنا إجيت بس ما كنت عارفة أنه هالقد رح يكون عندي هالقد رح يكون في ناس عن جد عبالة تحضر مسرح أو هالقد بعدها بتآمن بوجود مسرح بظل الأزمات يعني اللي عم نعيشها إن كان ببيروت وإن كان بدمشق. بس كان شيء كتير حلو وكان إذا بدك تجربة كتير 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 عزيزة عندي يعني كتير. يمكن الأزمة كمان هي كانت عم تدفع الشباب السوري لحتى يمكن يفعلوا المسرح والسينما. ونحن منلاحظ هلأ وقت منروح على أي فعالية ثقافية أنه الوجه الشاب هو الأكثر حضورا يعني صح. إن كان بالمسرحيات ولا إن كان بأي الفعاليات الثقافية. عم تفكري أنه ممكن تشتغلي شيء مع شباب سوري من الشباب السوريين يلي كمان هن حابين يفوتوا بالإبداع إن كان بالمسرح سينما أو غيرها؟ أكيد بتمنى. هي الفكرة أنه أنا لما إجيت عرضت كانت الفكرة أنه أتعرف على شباب مثلي يعني شباب وصبايا يكونوا عندهم هيدا الشغف للمسرح عندهم الشغف للسينما لتقديم أي عمل نظيف وحلو وبحكي كل الناس. فأنا أكيد هيدولي من إذا بدك المشاريع المقبلة أو من الأمنيات اللي معقول إن شاء الله تتحقق إن شاء الله يوم. يعني دايما المسرح هو متنفس للشعوب، دايما بيقولوا ويقال دايما انه المسرح هو ابو الفنون. اليوم قديش المسرح هو بيمكن ادواتك اكثر بيمكن فنك اكثر؟ مثل ما قلت انه المسرح هو ابو الفنون فكله مرتبط ببعضه يعني لانه بيحكي عن يمكن اللي بتقوليهم بالمسرح شوي بيختلفوا عن اللي بتقوليهم بالسينما. يمكن بتقدر تعبري فيهم بطريقة عفوية أكتر بطريقة قريبة للناس أكتر لأنه بتكوني عم بتواجهيهم مباشر يعني بتكوني عم تقدر تشوفي إحساسهم أكتر عم تشوفي تفاعلهم أكتر فهيدا الأقرب كرمال هيك فهو أقرب للناس وبيتفاعلوا معه مباشر يعني لهيك منشوف عدد كبير من الفنانين أريج يعني هنا بيحبزوا أكتر المسرح على أي نمط من أنماط الفن لأنه مثل ما قلتي هنا بيقدروا يعبروا عن مكنونات صدرهم بشكل أكبر صح. شو محضرة شيء جديد خلينا أول شيء نبلش بالمسرح وحضرة شيء جديد أكيد رح يكون عندي إن شاء الله يعني مسرحية تانية تجربة مسرحية تانية بعد ما تحدد أشياء فيها يعني معقول تكون مونودراما معقول ما تكون مونودراما بس يعني أنت شو النوع الأقرب لإليك مروة؟ أقرب لإلي هو المونودراما لأنه بحس أنه أنا بقدر أعبر عن أشياء كتير كشخصية واحدة كل مسرح ملكك اكزاكتلي هو المسرح يكون ملكي بس اكيد ما عندي يعني دائما بحب انه اقدم حتى لو الاشياء جديده يعني حتى لو ما كان عندي هلا تجربه مونودراما ثانيه رح يكون عندي تجربه مسرحيه ثانيه اكيد بالسينما هلا مأجله شوي لانه بدي اشتغل على المسرحيه وهي بلشت يعني من هلا في اشياء فالسينما شوي مأجل وبلس هلأ أنا بلشت أدرس مسرح من جديد ببيروت بالجامعة اللبنانية سو هلأ صرت طالبة جديدة غير السينما فهلأ رايحة شوي أكتر مسرح ورح يكون عندي أكيد أفلام قصيرة بما أنه أنا مخرجة أفلام قصيرة فحيكون عندي من هون للصيف مبدئيا يعني عمل صغير بالسينما. قديش الدراسة ممكن أنه هي يمكن تساعدك بموهبتك أو توجهك للطريق الصحيح؟ أكيد الدراسة هي بتزيد لك المعرفة بتزيد لك إذا بدك إتقان العمل اللي أنت عم بتقومي فيه يعني بتبعد بتبطل موهبة بتبطل شغف يعني بتصير أوسع يعني دراسة مع ثقافة أكتر مع شغف بيعملوا عمل مرتب أكتر وحلو أكيد يعني مروة نحن بنتمنى لك كل التوفيق بكل شيء عم تعمليه إن كان بالسينما أو بالمسرح ودايماً إن شاء الله بتألق دائم نرجع نقول لك أهلا وسهلا فيكي بسوريا وناطرين كمان أعمالك مع الشباب السوري تانكيو بس أنا بدي أختم بالآخر أنه بدي أقول بدي وجه شكر كبير لوزارة الثقافة ولمديرية المسارح والموسيقى لاستضافتهم لإلي بالشام ولكل هالحب احنا بنتمنى لك كل التوفيق وايضا ان شاء الله ناطرين اعمالك القادمه شكرا
أريج يعني ومع الفن يلي هو يمكن بيتجاوز نيران الحرب لتعبر عن حضارة وثقافة أرضنا. بيكون مشوارنا الصباحي برفقتكم مشاهدينا وصل للختام. أكيد الموعد رح يبقى بيتجدد بتوقيت دمشق كل يوم الساعة 9 الصبح. تماما ميسان، وأكيد بنحب نذكر أنه مشاهدي الإخبارية السورية رح تبقى مكافية معكم بمواكبة لأبرز الأحداث والمستجدات، فخلوكم برفقتنا وما تنسوا لأي فكرة أو موضوع تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. وأكيد نتمنى لكم نهاية أسبوع مليئة بالراحة. باي باي. باي باي.